سوف يأتي على الناس زمان تكثر فيه الشرط، العساكر الذين هم يخدمون الظالمين، جيوش وشرط وعساكر يكونون أعوانا للطغاة وللظالمين. بل أخبر النبي أن معهم سياط كأذناب البقر. طبعا هذا الذي أقول لك الآن وتسمعني يا عبد الله هذا وقع قبل قرون، قد وقع قبل قرون كثيرة، وأخبر بذلك العلماء أنه جاء شرط لأعوان للظالمين والطغاة وكان معهم سياط يضربون بها الناس. قال عليه الصلاة والسلام، قال سيكون في آخر الزمان شرطة، شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. هؤلاء صنف منهم يمسكون هذه الأصوات، ولكن ربما اليوم أعوان الظالمين والطغاة الآن يحملون السلاح، الآن يحملون المدرعات، يركبون المدرعات، الآن ربما عندهم بعض الدروع وعندهم العصي وعندهم ما يكهرب الناس وعندهم الأسلحة وعندهم القنابل المسيلة للدموع وعندهم. إياك أن تكون من بطانتهم إن كانوا مع الظالمين، إن كانوا مع الطغاة يا عبد الله. صنفان من أهل النار لم أرهما، منهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله. من علامات الساعة التي إن وقعت يا عبد الله وخاصة إن وقعت في بلاد المسلمين فاعلم أن الأمر قد اقترب. أتعرف ما هو؟ انتشار الزنا. هل يوجد في بلاد المسلمين اليوم زنا؟ هل انتشر الزنا؟ أنا أخبرك من على هذا المنبر أن في بعض بلاد المسلمين الزنا يصرح له بالأوراق الرسمية، مصرح له بالقانون، فلانة وظيفتها زانية مومس عاهرة، وبيوت يحفظها ويمنع الناس عنها القانون يحميها، بيوت خصصت للزنا. بل الربا انتشر في كل مكان. بل هل سمعت يا عبد الله، هذا كله من علامات الساعة، ليس فقط الربا، الربا صار اليوم يعني الذي لم يعني يصيبه من غباره، الذي لم يأكل الربا يعني حقيقة أصابه شيء من غباره. بل يأتي على الناس زمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. يا شيخ كل الناس يأكلون الربا، يعني بس أنا؟ كل الناس مثلي. وبدأ الربا ينتشر في أفضل البلاد، وجد الربا وانتشر الربا، بل على بنيانهم السماء يحاربون به دين الله عز وجل. بل الزنا يأتي على الناس زنا، أيام الزنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط، يعني يفترشها في الطريق يزني بها أمام الناس، وأفضل الناس من يقول له يعني اختبئ وراء هذا الحائط وزني بها، لا تزني بها أمام الناس. مع أن الرب جل وعلا يقول ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل يروى في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها، اسمع للحديث وانتبه، قال فليبقرن بطنها يعني بطنها يشق، ثم ليؤخذن ما في الرحم فلينبذن يعني يخرج الجنين ويرمى من بطنها. ليش؟ مخافة الولد، تجهد المرأة إجهاض، يؤخذ يشق البطن سواء من قبل الرحم أو غيره، ثم يخرج الولد فيرمى. قال سوف يأتي هذا اليوم الذي تجهض فيه المرأة طفلها وابنها وولدها، تلقيه وترميه وربما تقتله وتدفنه. لما؟ قال مخافة الولد، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل سمعت في بلاد المسلمين أغاني، معازف، موسيقى؟ أنا أقول بدأنا نسمع هذا حتى في المساجد، وأصبحت الجوالات اليوم تدخل الموسيقى والمعازف حتى في الحرم. هل سمعت في بلاد المسلمين بمغنيات؟ إن سمعت بهذا فانتظر الساعة. أنا أقول أن المغنيات وصلنا إلى كل بيت اليوم إلا ما ندر، بشاشات التلفاز وصلنا إلى جميع البيوت، إلى غرف النوم، على صفحات الجرائد والمجلات وفي الطرقات. بل صارت المغنيات اليوم لهن الأموال والكرامة والشرف والعز والرفعة للمغنيات الساقطات. يقول عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان، يعني آخر شيء قبل أن تقوم الساعة، خسف وقذف ومسخ. قالوا متى يا رسول الله، متى هذا يكون؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل شرب الخمر في بلاد المسلمين؟ فكر،
وابحث في من حولك. ليس الخمر فقط، بل الآن بدأت المخدرات تنتشر حتى في جزيرة العرب. هذه الأمور يا عبد الله اعلم أنها من الخبث الذي يؤذن بزوال الأرض ونهايته وإهلاك الناس ولو كان فيهم صالحون. الساعة قد اقتربت، ماذا أنت صانع؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله يقول ساعة قريبة والناس يظنونها بعيدة. هل فكرت؟ هل استعد الواحد منا؟ هل تجهز لهذا اليوم؟ يا أخي كلما قرأت لك علامة من علامات آخر الزمان نجدها وقعت. ولأستمر معك، إذا كنت لم تقتنع أن الساعة قد أوشكت وأننا ربما نرى نهاية الدنيا ونهاية التاريخ، فاسمع إلى ما سأقول لك. حتى المساجد لم تسلم، الناس بدأوا يزخرفون المساجد ويباهي بعضهم بعضا بالمساجد، وكل منهم يجمل مسجده بالزخرفة والألوان والبنيان. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. تطاول الناس بالبنيان بيوتهم، تطاولوا في البنيان وزخرفوا البنيان. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. وجاء في بعض الروايات، يعني معاني بعض الأحاديث، أنها تكون كالثياب المنقوشة. ألا ترى البيوت؟ إي والله كألوان الثياب، صفراء وحمراء وخضراء وزرقاء، بل صارت البيوت الآن ألوانها جميلة وزخرفتها بديعة. كل هذا علامة من علامات الساعة. كثرة الهرج، كثرة القتل. ألا ترى اليوم هذه الأسلحة التي ألقيت على المسلمين في كل مكان، أسلحة فتاكة بدقائق معدودة تقتل مئات الألوف من البشر. هذا كله يا عبد الله علامة على نهاية التاريخ وعلى زوال هذه الدنيا. ألا ترى ما الذي يحصل؟ السنة كأنها شهر. ألا تذكر العام الماضي؟ كأننا اليوم من العام الماضي إلى اليوم كأنه شهر واحد. سبحان ربي، كم مضى من رمضان إلى اليوم كأنه بالأمس. ما الذي يحصل؟ يبدأ الشهر فينتهي كأنه أسبوع. اليوم ما أنت تستيقظ في الصباح إلا ويحل عليك الليل وينتهي اليوم. ما الذي يحدث؟ إنها نهاية الدنيا. يتقارب الزمان فتصبح السنة كالشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم، واليوم كالساعة، والساعة كحرق السعفة. فاستعد يا عبد الله. ومن علاماتها قبل أن تقوم الساعة تتقارب الأسواق. اليوم تستطيع وأنت في بيتك من خلال جهاز الكمبيوتر أن تشتري وتبيع في العالم كله، وأنت جالس في بيتك صار العالم كأنه سوق واحد. الفحش والقطيعة وعقوق الوالدين وسوء الجوار، كل هذا من علامات الساعة. أن يتشبب المشيخة، الشيوخ وكبار السن، كل منهم الآن يريد أن يرجع إلى الصبا، يريد أن يرجع للشباب. وحمى، حمى الرجوع إلى الشباب انتشر بين الرجال والشيوخ وكبار السن، بل صار الناس يبحثون عن صبغ اللحى بالسواد وبقائها بالسواد، بل حلقوا اللحى وصارت اللحية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كحواصل الحمام. هذا في آخر الزمان يكون. ما معنى حواصل الحمام؟ هذه اللحية البسيطة التي تكون تحت الفم، يحلق العارضان ولا يبقى إلا شيء يسير تحت الشفتين. هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع. يذهب الخشوع آخر الزمان ويكثر موت الفجأة. أتسمع بموت الفجأة؟ فلان وهو جالس مات، فلان وهو يلعب سقط ومات، فلان فحصه الطبيب فقال أنت سليم 100%، ذهب إلى بيته فمات. سبحان ربي، الموت كثر، موت الفجأة قد انتشر. صار الناس يموتون بلا سبب. احتار الأطباء، احتار العلماء، يقولون ماذا وكيف مات؟ لا ندري له سببا، ما نعرف كيف مات. ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ عبد الله انتبه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ برزخ إلى يوم يبعثون. كثر الموت يا عبد الله وقل التائبون وقل النادمون. كن يا عبد الله مستعدا، فإننا نعيش في زمان الأموات يموتون بلا سبب وبلا مقدمات. من علامات قرب الساعة ونهاية الدنيا كثرة الزلازل. نعم الزلازل تكثر، وما نراه اليوم نسمعه زلزال كل فترة وكل زمن، نسمع ونقرأ عن زلزال، هذا كلها علامات على قرب الساعة، بل سيقع بين يدي الساعة مسخ وقذف وخسف. وقال أهل العلم أن هذا قد وقع، وقع في كثير من البلاد خسف في الأرض، وربما القذف ما نراه اليوم، وربما يكون المسخ معنويا أو حقيقيا. ثم اعلم يا عبد الله كلما اقتربت الساعة كلما قبض الله عز وجل الصالحين، يقبض الله العلماء ويقبض الله الدعاء ويقبض الله الصالحين، حتى تبقى حثاله وتبقى فيها عجاجه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل يبدأ من يتكلم في الناس ومن يقود الناس ومن يسير أمور الناس ومن ينطق فيهم الرويبضة. الرويبضة، قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل السفيه، الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه، رجل سفيه يقود الناس ويتكلم في أمورهم وفي شؤونهم. يأتي على الناس زمان لا يسلم الرجل إلا على المعرفة، يسلم على من يعرف، أما الذين لا يعرفهم لا يسلم عليهم. حرص يا عبد الله أن تسلم على من عرفت، ومن لم تعرف أن يظهر في الناس، أن يظهر في الناس الكاسيات العاريات. وهل هذا وقع؟ هل وقع في بلاد إسلامية متبرجات؟ هل خرجنا النساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت؟ فكر في هذا يا عبد الله، وكن صادقا مع نفسك، واعلم أن الله جل وعلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض هذه العلامات لينتبه الناس وليحذروا من هذه الأمور. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان، يعني في آخر أمتي، رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يعني هناك يركبون